خلونا نروح لموضوع اعتقد هام من يعني مريدين السيد البدوي، لان بعد توقف الاحتفالات بمولد السيد البدوي اللي استمر تقريبا 3 سنوات بسبب جائحه كورونا، محافظه الغربيه اعلنت بشكل رسمي عن عوده الاحتفال بمولد السيد البدوي في طنطا بلد زميلنا الشاذلي، طبعا يعني فتح الابواب مره اخرى للافتتاح بمولد السيد النبوي يعني السيد البدوي. طبعا تم اتخاذ عدد من الاجراءات والاستعدادات لاستقبال المريدين والوافدين من مختلف المحافظات. خلينا نتابع مع حضراتكم ونرجع على طول. في عادة سنوية اعتاد أبناء محافظة الغربية بشكل خاص وأبناء الطرق الصوفية بشكل عام على إقامتها، انطلقت الاحتفالات بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي بطنطا، والذي يعد أحد أقطاب الصوفية الأربعة. ويعتبر مولد البدوي أحد المصادر الأساسية للسياحة الدينية بمحافظة الغربية ومصدراً روحانياً يتوافد عليه آلاف المريدين من مختلف مراكز ومحافظات الجمهورية، ويستمر لمدة أسبوع. لقب السيد أحمد البدوي بالشيخ المعتقد الصالح أبو الفتيان، وله طريقة معروفة باسم الطريقة الأحمدية، وينتسب السيد البدوي للإمام علي بن أبي طالب، ولقب بالبدوي لأنه كان يتلثم على عادة بدو شمال إفريقيا. قرار عودة الاحتفالات بمولد سيدي أحمد البدوي هذا العام جاء بعد أن تم إلغاؤها على مدار 3 سنوات الماضية بسبب جائحة كورونا، حتى تحتفل المحافظة بمولد السيد أحمد البدوي بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة. وهناك الآن حالة من الطوارئ يتم العمل عليها بكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات وقطاعات الخدمات بمدينة طنطا لاستقبال زوار المولد ومواجهة الطوارئ على مدار فترة الاحتفالات، وتكثف الأجهزة التنفيذية من حملات النظافة بشوارع مدينة طنطا على مدار فترة الاحتفال بالمولد، إضافة إلى تكليف مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين بتفعيل الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة السلع المعروضة ومدى صلاحيتها، وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وتوفير الأمصال والأدوية لمواجهة أي طوارئ خلال الاحتفالات بالمولد.